العالمي لحقوق النساء تحت شعار صانعات التغيير. لماذا اخترنا هذا الشعار؟ اخترنا هذا الشعار لهذه المرحلة خصوصا في نحن في 2023. 2023 ما بقاتش اعمال حقوق الإنسانية للنساء مطلب اليوم. اعمال حقوق الإنسانية للنساء وفعليات الحقوق الإنسانية للنساء هو أساس التنمية المستدامة، هو أساس تقدم وتطور في المجتمع. لهذا اليوم كتلتقي مجموعة من رائدات الحركة النسائية، الأستاذة نزهة سقلي، الأستاذة رشيدة الطاهيري، الأستاذة مليكة الشغيمة وغيرهن، مع مجموعة من النساء ديال الأحياء، من أجل أن نفكر جميعا وأن نشتغل جميعا كيف نحول، وخاصة نحن أمام حكومة جديدة. هذه الحكومة الجديدة اللي اليوم هي ماشي مطالبة باش تواصل التشاور حول كيفاش نحقوا الفعلية ديال حقوق الإنسان، يجب أن تعجل وتسرع مختلف الأوراش في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي من أجل فعلية الحقوق الإنسانية للنساء. اليوم كاين غتكون كلمة النساء ديال الأحياء باش يعبروا على مختلف الآلام والأوجاع ديالهم من خلال عدم الولوج إلى الحق، ماشي شي حاجة أخرى، ما مطالبينش، طالبين الحق. فبالتالي هذه الحقوق سواء كان الحقوق الأساسية في مجال الشغل، في المجال الاجتماعي، في المجال التعبير، في المجال السياسي، اليوم راها حق من حقوق الإنسان ويجب أن نتمتع بها، ما تبقاش فقط عبارة عن مطالب نقشها في الصالونات، يجب أن تتحول إلى الواقع اليومي ديالنا. نحتاج إلى سياسة وطنية مندمجة من أجل التعجيل بأوراش الإصلاح. حكومة مغربية مطالبة باش تعجل بأوراش الإصلاح، على رأس هذه الأوراش الإصلاح التمكين الاقتصادي للنساء.